مجرما، هكذا تبدأ الجريمة في مصر. طفل جائع اضطر أن يسرق رغيف عيش. في أي مكان في العالم به قدر أكبر من العدل، من المفترض أن المجتمع الذي اضطر الطفل إلى أن يسرق رغيف عيش هو من يحاسب وليس طفل. لكن تخيلوا أن عبد المسيح اضطر أن يسرق 5 أرغفة هو وأصدقائه ليجد نفسه محكوم عليه بعام. قضية تحركت، وجدت الأسرة أن طفلها محكوم عليه بالسجن لمدة عام. طبعا في الجلسة الثانية سقط هذا الحكم، لكن بعد أن أصبح عبد المسيح وجوع عبد المسيح الذي اضطره لسرقة هذا الرغيف عار على جبهنا جميعا. أسفيني عبد المسيح. شاهد. كنت طالع من المدرسة والعيال جولي ماشي، العيال جولي قالوا لي تعال روح نجيب أكل. رحنا جبنا الأكل، راح العيش خلص اللي كنا. وبعد ما طلعت من المدرسة كان معايا مصاريف كام 2 جنيه. روح أنا والعيال صحبتي بعد ما كنا بنجيب الأكل راح العيش خلص اللي احنا كنا شاريين، وقلنا طبعا نجيب منها. راح الواد مدين وخد 5 تير جير وراما كتفونا وضربوا ودينا المركز. قلنا مين الكافر وعرفوا مين الكافر. انا مش كافر. رنا عبد المسيح زي ما حضراتكم شفتوا كان بيداري وجهه من الكاميرا وهو بيحكي بطفوله شديده ما حدث معه، فان هذا الخجل هو اللي ربما دفعه هو واسرته لرفض ان هم يتحدثوا لاي وسائل اعلام. ويمكن كان التسجيل اللي قدروا يصوروه بعض الزملاء بعد نطق بالحكم فورا كان اخر ما تم معه لتغلق اسرته هذا الملف، ويقول والده ان هو مش هيشغله في اي مكان تاني. اعتقد ان ليس عبد المسيح هو من عليه ان يواري وجهه خجلا في مجتمع اضطر فيه الطفل، في كل اللي حواليه ان في طفل اضطر ان يدافع عن نفسه امام المحكمه بتهمه سرقه رغيف عيش.